بألف خير وإن شاء الله نهاركم زين. اليوم جيتكم بوصفة جديدة من سلسلة تحضيرات رمضان، واخترت باش نعملكم خبز فيه بنين. يوم 6 كيف ياسر يفكرني بجو هكا الكوشة والحومة وكريحة رمضان، ما شاء الله يعمل 66 كيف، خاصة للي يعيش في الغربة. اخترت الحقيقة باش نعمله لكم قبل بمدة من رمضان باش تجربوه في أول نهار من رمضان. وكما العادة والعوائل تبعثولي لي فيدباك متاعكم سي انستغرام، والجماعة اللي في تونس تبعدوا مك الزحمة متاع الكوشة وتعمل حويجة نظيفة في الدار، أعلاش لي؟ دونك اقعدوا معايا وتابعوني للآخر باش تعرفوا كيف باش نحضروهم. بالنسبة للمقادير باش نعطيكم مقدار كيلو بين السميد والفرينة، باش هكاك نعطيكم أشكال مختلفة للخبز، سينو تنجمو تستعملو جست تشتر الكمية فقط. دونك لهنا أخديت 500 غرام سميد أرطب عليه 500 غرام فرينة، يعني نفس كمية السميد هي بيدها كمية الفرينة. عليهم كعب عظم باش نستحقوا الابيض في العجينه نستغلوه باش تقعد لنا ديما طريه، ونصفر نتاع العظم في الاخر بالكل ندهنوا بيه من فوق باش يجينا لونه ذهبي مزيان. بالنسبه للماء اخذت لهنا 400 ملل ماء دافي، وبالطبيعه عنا ميزاننا من بعد اذا كنا نستحقوا اكثر والا اقل. كعبة ياغورت طبيعي فيها 125 غرام، وبالمغرفة يجيو 4 مغارف كبار، سينو إذا كان مش متوفر نجمو يا تستغنيو عليها وإلا تعوضوها بالحليب. 6 مغارف كبار زيت زيتونة يجينا 50 ملل، مغرفة كبيرة خميرة خبز تجينا 10 غرامات، مغرفة كبيرة سكر تجي 20 غرام، مغرفة كبيرة كركم تجينا 8 غرامات، وهذه باش يعطينا اللون اللي ياسر مزيان في الخبز واللي معروف عليه في رمضان. مغرفة صغيرة ملح، وأكيد باش نفوحو بالبسباس والسينوج الكحل، هذه ما نستغناش عليه الجملة في الخبز المبسس التونسي. ونبداو بسم الله. حطيت خميرة الخبز، ضفت لها السكر ونضيف عليها ماء يكون دافي ما يكونش سخون، سينو الخميرة تتحرق وما تتفعلش. نخدمهم هكايا مع بعضهم بالكدي بيديكم ولا بالفوي حتى لين يذوبوا في وسط هاك الماء، ومن بعد نضيفوا لهم الياغورت ونحلوه في وسطهم. نضيفوا شويه مقدار من السميد الارطب ونخدمهم مع بعضهم مليح مليح بالطريقه هذه حتى لين ما عادش يظهر فما اكعابر، ونضيفوا بالطبيعه الفرينه الكل والسميد الكل، ونضيف لهم شويه ماء، نلمهم هكايا شويه بيدي، ومن بعد نكملوا نضيفوا بقيه المكونات. ضفت توا زيت زيتونة وأبيض البيض، وزيدة مغرفة كبيرة كركم اللي باش تعطينا اللون المزيان، وراكم تنسيو الملح، وزيدة لفاحات متاع الخبز اللي باش يزيدوه بنة على بنة، هما البسباس والسينوج الكحل. وبالطبيعة نلمو العجينة بشوية بشوية لتتكون معانا عجينة متماسكة. وعلى فكرة راني استحقيت أكثر كمية متاع ماء، دونك الكل في الكل استعملت بين 500 ل 550 مليلتر ماء دافي. حاسيلو في كل مرة عيني ميزانية هاكا نزيد ونعجن نزيد ونعجن لنتحصلو على عجينة متماسكة. والعجينة هذه تحب العجنين بالكدي بالكدي، دونك اعجنوها مليح. انا هكي نعجنها بيدي المرة الاولى، ومن بعد نحطها في الماكينة تتعجن على راحت راحتها. توا حطيتها في الماكينة ونخليها تتعجن مدة 10 دقائق حتى لين تطرق بالكدي، ومن بعد نحيها. وبالنسبة للقوام ما يلزمهاش تكون تتلصق في اليد، وفي نفس الوقت ما تكونش ناشفة وشيحة من الماء، وما تكونش زيدة ياسر يابسة سينورة والخبز يجيكم يابس. دونك هوني باش نكعبرها بيدي بالكدي بالكدي ونرجعها الغاديكة، ونغطيها بالبابي سيلوفان مليح مليح ما نخليش الهواء يدخلها باش تخمرنا بالكدي. في نفس الوقت زيدة كملت ارميت عليها المنديلة ونخليها ساعة كاملة ترتاح حتى لين يضعف الحجم متاعها. وكما تراو ما شاء الله العجينة متاعنا خمرت بالكدي بالكدي وتضعف الحجم متاعها. توا نحاول نحي منها الغازات متاع التخمير ونخدمها شوية بيدي.
حطيتها توا هنايا ونخدمها شوية بالطريقة هذية باش تسهل عليا القصان، ومن بعد نقسمها اتروف اتروف، مش بالضرورة يكونوا قد قد، خاطر من بعد ديجا باش نتحكموا في الحجم بتاعهم جست باش يسهلوا علينا. وكها جبت توا القطعة الأولانية قسمتها على ثلاثة قد قد ونكعبرهم بالطريقة هذية، كل كعبة نعملها كعبورة متوسطة، يعني ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة. وكل كعبة فيهم توا باش نحلوها بالطريقة هذية، نستعملوا ايدينا الاثنين باش هكيكة يتحلوا من البقايا الكل بنفس يعني الخشن ونفس الكبر، وما تجودوش فيهم برشا، يعني خليهم مخشين شوية باش تجيكم الظفرة مزينة، وهذية باش تكون ان شاء الله على شكل ظفرة تجي ياسر حلوة وياسر بريزنتابل. وحاجة أخرى زيدا نوصيكم عليها، لازم السيور الكلهم يكونوا قد قد، وتوا نجيبوهم بجنب بعضهم ونجيو من الفوق بالكل نلصقوهم في بعضهم بالكدي بالكدي، ونحاولوا نشكلوا الضفيرة متاعنا كأننا نعملوا في ضفيرة متاع شعر سهلة على الاخر، وخليوها تمشي هكيك على راحتها من غير ما تكبسوا، خاطر من بعد ديجا كي تجي الطيب كل شيء يضعف الحجم متاعه ويلصق في بعضه. وما ننساوش باش نسكروها من لوطه بالكدي في الاخر بالكل، نحاولوا هكاين نشببوها ونزينوها ونحطوها في الطبق، والطبق لازم يكون عليه بابي كويسون باش من بعد حتى شيء ما يلصق. وكي تجيو تحطوا الخبيزات نتاعكم بعضهم على بعضهم باش حتى خبزه ما تلصق في الاخرى. وجبت هوني قطعه واحده اخرى نحلها على شكل هكية طولي، ماذا بكم تستعملوا بيان سيور هذيكم الاثنين باش كل شيء يكون قد قد، وتحلوها بالطريقه هذه ونعملوها على شكل حلزون. ونجيبوا كالطرف الاخراني ونحطوه من اللوطه، وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. وباش نتعدي تو ونحضروا الشكل الثالث، دونك خديت كعبه هكية كبيره شويه اقسمتها على اثنين، وكل طرف فيهم باش نحلها بالطريقه هذه. بالطبيعه ما تجودوش برشا، في نفس الوقت ما تعملوهاش خشينه، حاولوا تحلوها بالطريقه هذه وتكون قد قد من جهات الكل. نجيبوا اكل كعبتين نلصقوهم من الفوق مع بعضهم بالكدي بالكدي، ونحاولوا نلويوهم في الشكل هذايا. وقت اللي تلويو تكبسوا في نفس الوقت، يعني تلويو وتكبسوا باش تظهر مزيانه في الاخر بالكل هكايا، نسكروا عليها بالكدي ومن بعد نحاولوا ندوروها على شكل حلزون تجينا ياسر مزيانه. واخر شكل باش نعملوه هو اسهل شكل، عملت 6 كعابر بالطريقه هذه، وديريكتومون فوق الطبق فوق بابي كويسون نحطهم بجنب بعضهم وتجينا على شكل ورده ياسر مزينه. وباش نغطيهم الكل وباش نخليهم يرتاحوا مده نصيف ساعه لين يضاعف الحجم متاعهم، ونوريكم شنو باش نعملوا لهم. توا هوني جبتهم الكل بعد ما ارتاحوا بالكدي، وخذيت اصفر البيضه اللي خليناها على جنب، ضفت لها مغرفه كبيره حليب، خلطتهم بعضهم مليح مليح مليح، وتوا ندور عليهم الكل ندهنهم بالكدي على جناب من الفوق، ما تخليوش بقعه ما تدهنوهاش باش هكيكا وقت اللي تيبونا يجينا لونهم ذهبي ياسر مزيان. واخر حاجه ما ننساوش اهم حاجه اللي هو السينوج الكحل والبسبيس اللي باش يفوح لنا الخبز نتاعنا ويطلع زيدا ياسر مزيان. وعلى فكره زيدا تنجموا راهو تحطوا حتى شويه جلجلين زيدا يزين بالكدا وفي نفس الوقت يبنن، علاش لا. ووقت اللي تحطوهم اعملوا هكايا بيديكم فوقهم باش هكاك يشدوا بقعتهم ومن بعد ما يبداوش يطيحوا. هذوما خبيزاتنا كي حضروا باش نهزن نحطهم في الفور على درجة حرارة 180 درجة مدة 25 دقيقة.
وكما تراو ما شاء الله بيزيتنا مازالو كي حاضروا ياسر 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 مزيانين وفوحين، ما عندكم حتى فكره. بالحق نتمنى تجربوهم، واكيد باش نحللكم كعبه ونوريكم كيفاش طلعت معانا. وما تنسوش باش تخليوا لي تعليقاتكم في كومونتير وتقولوا لي شنو رايكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.